بسم الله الرحمن الرحيم. الزميلات والزملاء الأعزاء، صباح الخير. سأتحدث إليكم اليوم باختصار عن لقائي بأمس في الواحدة ظهرا مع الأستاذ المستشار الجليل عمر مروان وزير العدل. ومرجع اهتمامي بالحديث أنني قد لمست لديه ولدى كل مساعدي الوزير رغبة في استعادة العلاقات الطيبة التي كانت على الدوام بين المحاماة وبين القضاء. وكيف يمكن أن تكون المحاماة والمحامون بالفعل شركاء للعدالة في تحقيق مرامها وغاياتها؟ ولعلي أبدأ فأقول إنني قد شعرت بهذا حينما اتصل بي مساعد وزير العدل المستشار طارق كامل وطلب إلي أو أنهى إلي إنه هناك مشروع لتيسير قيد ورفع الدعاوى للمحامي وهو في مكتبه دون أن يتكبد لا مشقة انتقال ولا مشقة التعامل مع المحضرين ولا ولا ولا. وأنا تلبية لهذه الدعوة الكريمة أنا التقيت به في حضور جميع الفنيين في وزارة العدل، وأنا على سبيل المثال تم في حضوري عن طريق الكمبيوتر كتابة صحيفة دعوة كاملة، اسم المحامي رفع الدعوة والعنوان وعنوان المرفوع باسمهم وعنوان المدعى عليهم وموضوع الدعوة والتكليف بالحضور من الألف إلى الياء، وأنا قاعد كل ده بيكتب وشايفه قدامي وعلموني إزاي طريقة إن أنا أتعامل مع الأجهزة علشان أكتب هذه الصحيفة وتنشر وتقيد وتاخد رقم أبلغ به وتنقل إلى المحضرين ويقوم المحضرون بالإعلان. وكيف يمكن أو كيف يتم مراقبة المحضرين في هذا الإعلان عن طريق قلم رقابي مختص بهذه المتابعة ضمانا لعدم تلاعب المحضرين أو عدم الخروج على مقتضيات الواجب إلى آخر. نظام دقيق جدا الحقيقة أذهلني، وكل الحدوتة دي تنم في نظري عن بداية طريق جديد أسلوب جديد للتعامل بيننا وبين القضاء ووزارة العدل. أنا أعلم أنه ما كانت عليه الأمور من أيام عبد العزيز باشا فهمي والرعيل الأول ثم من تلاهم كانت الأمور بيننا وبين القضاء على خير ما يكون والعلاقات على أطيب ما يكون، ولكن ربما قد حدث في الآونة الأخيرة ما لا يحبه لا القضاء ولا المحامون. وأنا شعرت وتأكد لي هذا في لقائي بأمس مع الأستاذ المستشار وزير العدل، كان لقاء قمة في روح التعاون والاحترام والتقدير المتبادل والتعبير عن احترام وزارة العدل واحترام القضاة للمحاماة والمحامين، وكيف يمكن أن نبدأ معا عهدا جديدا نستعيد فيه التشارك الحقيقي للمحامين في تحقيق العدالة مع القضاء، وكيف يمكن أن تتحول وأن تعود العلاقة بين المحاماة وبين القضاء إلى ما كانت عليه في السالف. وظني أن الأستاذ المستشار ومساعده قد قدموا أن الأستاذ المستشار ومساعديه آسف قد قدموا في الحوار الذي دار بيني وبينهم بأمس ما يؤكد أن ما شعرت به هو الحقيقة والواقع. أنا عرضت كل هموم المحاماة وكل المشاكل التي نلاقيها ولمست روحا طيبة جدا في الإجابة وفي التعاون، وعلشان ما ارجعش للحكاية دي بالنسبة لكتابة الدعوة وقدها وإعلانها والمحامي في مكتبه، أنا بعد إذن حضراتكم سوف أرتب مع وزارة العدل لعقد دورة يمكن يوم أو يومين أو دورات متتالية في النقابة يقوم فيها المختصون بوزارة العدل بإرشاد من يشاء الحضور والإلمام بطريقة التعامل مع هذه الأجهزة لرفع الدعوة وقدها وإعلانها. إنما أنا هاخد مسارين بس من الحاجات الطيبة التي دارت أمس حول هموم المحاماة ومن نلاقيه
سواء في قاعات المحاكم أو في الازدحام أو في بعض الأمور التي لا تخفى على أحد ومواعيد انعقاد الجلسات إلى آخره. في حاجتين عاوز أقولهم لحضراتكم. هناك مشكلة يصح أننا هأشير إليها إشارة عابرة، ولكنها سوف تلقى إليكم في بيان هام جدا في أعقاب هذا البث. المشكلة كانت ولا تزال بيننا، بين النقابة العامة وبين نقابة القاهرة الجديدة الفرعية. احنا في أعقاب تولي منصبي تقريبا في أوائل شهر أبريل أبلغت بأن هناك حجب لأموال النقابة العامة، الحصة المستحقة لها على نسبة التصديق في على العقود، وأنه الحجب ده حصل من نقابة جنوب القاهرة بما مجموعه 306 ألف جنيه، ومن نقابة شمال القاهرة بما مجموعه نحو 730 ألف جنيه، ومن نقابة القاهرة الجديدة بما مجموعه 537,587 جنيه. الحقيقة أنا خاطبت النقابات الثلاثة فاستجابت نقابة شمال القاهرة فورا، وفي نفس اليوم أودعت المبلغ 730 ألف جنيه لحسابة النقابة العامة، وتلقيت وعدا من الأستاذ حسن أمين نقيب جنوب القاهرة بأنه سوف يداوي الأمر، ولكن لم يحدث. والبلاغ الذي تقدمت به اضطريت ان انا اعمل له ملحق وادخل فيه نقابة جنوب. انما ما يعنيني الان ان لب هذا البلاغ كان عن نقابة القاهرة الجديدة، لانه في خطابين متواليين للاستاذ اشرف زكي نقيب محامين نقابة القاهرة الجديدة الفرعية اخطرني كتابة بأن المبلغ 537,587 جنيه قد تم اختلاسه بمعرفة ثلاثة يعملون بالنقابة الفرعية المذكورة، ولم يتخذ إجراءا. ثم أخطرني في الخطاب التالي بأنه كلف من يقوم بالتحقيق معهم ولكنهم امتنعوا عن إبداء أقوالهم، وأيضا لم يتخذ إجراءا، فكان أن اتخذت إجرائي بإبلاغ النيابة العامة. وهذا التحقيق جاري تحقيقه الآن في نيابة الأموال العامة العليا. إنما مش دي القضية، التحقيق في مساره، وكل واحد اتمد إيده على المال العام سوف يحاسب، ما فيهاش. إنما اللي حصل إنه فيه انشقاق كان ولا يزال بين نقيب وأعضاء المجلس نقابة القاهرة الجديدة، كلهم في اتجاه وبيسرقوا بعض، وقصص طويلة جدا أنا مش في حل دلوقتي إن أنا أذكرها، مما مقتضاه إن أنا عينت لجنة تكون مسؤولة عن النواحي المالية. وأنا سحبت بقى، أو النقابة العامة سحبت التصديق على العقود من كل من نقابة الجنوب القاهرة ونقابة القاهرة الجديدة الفرعيتين. ومنذ ذلك التاريخ نقابة شمال بتصدق على عقودها، والتصديق على عقود جنوب وقاهرة جديدة بيتم في النقابة العامة. فجأة يصل إلى علمنا، وهذا بقى تحذير للجميع، إنه نقابة القاهرة الجديدة حطت أجهزة في دار القضاء العالي وأخرى مثلها في محكمة مدينة نصر، وبدأت إيه تجري تصديق على العقود مستخدمة أختام أعلننا أنها ملغاة، ثم تحالفت مع أحد الموظفين من وراء ظهر النقابة العامة لتتحصل على إيصالات من الإيصالات التي تصدر من النقابة العامة علشان تجري تصديقات وتقوم بمزايدات على نقابة شمال القاهرة بوضع نسبة خصم أكتر. وتكلم معي نقيب شمال القاهرة الأستاذ هشام زين واشتكى من هذا الأسلوب وطلب مني أن أتخذ الإجراء. أنا طبعا هذا الإجراء واجب بحكم أن هذا تعدي على المال العام، وإنه هذا التعدي على المال العام جاء في أعقاب جريمة اختلاس لأموال النقابة العامة وجاري تحقيقها في نيابة الأموال العامة العليا. فكيف يقوم ذات المبلغ ضدهم بأنهم يستأدوا رسوم تصديق عقود بعيدا عن النقابة العامة وسلبا لقوة ليست لهم؟ هذا استيلاء على المال العام بغير واقع حق.
وهذه الجريمة لا تقوم فقط في حق مرتكبها، وإنما تقوم أيضا بالاشتراك سواء بالاتفاق أو بالتحريض أو بالمساعدة أو بأكثر من وسيلة من وسائل الاشتراك مع كل من يقبل التعامل على هذا النظام الذي ينطوي على استيلاء على أموال عامة بغير حق. أنا بلغنا الشهر العقاري الاتخاذ اللازم، وأبلغت مساعد وزير العدل للشهر العقاري بذلك، وأيضا في لقاء أمس مع الأستاذ المستشار وزير العدل أبلغته بما يجري، فاتصل فورا فورا، وهذه آية على روح جديدة نشأت في وجودي بمساعد وزير العدل للشهر العقاري، وأعطى تعليمات فورية بتنفيذ ما طلبناه في الخطاب الذي أرسلناه للشهر العقاري، وأخطرني وأبلغني بأنه سوف يقوم بالاتصال بالنائب العام كيما تقوم النيابة العامة هي الأخرى بواجبها استكمالا للتحقيق الجاري أو للتحقيق الجاري في نيابة الأموال العامة العليا في شأن 537,587 جنيه التي تم الاستيلاء عليها اختلاسا من حصة النقابة العامة في نقابة القاهرة الجديدة الفرعية. إنما لم يكن هذا هو كل ما تلقيته من روح التعاون التي تقدر الإشارة إليها والتنويه بها، وإنما تحدثت إلى معالي الوزير في مستحقات نقابة المحامين في أتعاب المحاماة، وأننا نرغب في سرعة الوفاء بمستحقات النقابة، فقيل إنه قد وصلنا الأسبوع الماضي 9 مليون جنيه، وهذا صحيح، ولكني أطمع في المزيد لأن هذه مستحقات موجودة لدى وزارة العدل ولا مبرر للتأخير في إرسالها إلينا. فرفع سماعة التليفون في حضوري وأبلغ المستشار مساعد الوزير أحمد إسماعيل بأنه فورا يتم إرسال ما أمكن تحصيله، فوعد في خلال أسبوع بأنه سيرسل 10 ملايين جنيه وقد تصل إلى 13 مليون جنيه حسب ما سوف يتم التحصيل على مقتضاه. روح جديدة أنا حبيت أن أنا أبلغكم بها، وأملي أن نتعاون معا كيما تعود الصلة كما كانت طيبة ومثمرة وجيدة بيننا وبين القضاء، لنسهم معا في تحقيق العدالة. نحن جناح العدالة، المحاماة والقضاء، وكما هناك واجب على القضاء هناك أيضا واجب علينا أن نقوم به، مثلما علينا أن نطالب القضاء وقد طالبناه بالقيام بواجبه فيها. أتمنى لكم عهدا جديدا تعود فيه المياه إلى مجاريها وتتحقق كل سبل نجاح النقابة العامة والمحاماة. أطيب تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.